طيب السؤال هذا إذا عندي 208 بس هذا هون واي إذا هذا 208 فولت شو الاختلاف الأساسي راح يصير هون لأنه 208 واي كونكتد لا واي كونكتد الكرنت نفسه الفولتج مختلف طيب يكون عندي هلا في واي يساوي 208 زائد 3 120 فولت اي لاين يساوي اي عماله بسحب 40 امبير اذا اي اي بتساوي 40 امبير ات يونيتي باور فاكتور هلا الفيلد كرنت اي اف بتساوي 2.7 امبير هلا المطلوب انه اول شيء نلاقي فايند تورك انجل اذا عندي اي اي عندي هون يونتي باور فاكتور اذا طبعا ثيتا هون تساوي 0 ديجريز صار بامكاني هون نطبق اللي عندي في فاي تساوي اي اي زائد جي اي اي اكس اس اذا نطلع اي اي وفي فاي عندنا معروف اذا نطلع دلتا وعندي ثيتا فصارت عندي هون اي اي تساوي في فاي ماينس جي اي اي اكس اس هاي بتساوي 120 على 0 ديجريز واي اي عندنا طلعنا زاويتها اللي كانت 0 فبتصير هذه هون وار اي اهملناها اهملناها فصار عندي هذا 120 ناقص جي اكس اس مش معقول معنا اكس اس اكس اس فبصير عندي هذه اي اي قديش كانت هون 40 وهذه هون 48 فبتطلع اي اي هي 24 فالفيزر دايجرام هون راح يكون بهذا الشكل هاي عندي هون في فاي هاي تقريبا 14 درجة وهاي ناقص هون تقريبا 15 اي اي طولها قديش كانت في فاي؟ في فاي 120 120 فولت اي اي 120 24 قديش 124 في كوساين ال 15؟ 119.7 تمام اذا 124 في كوساين ال 15 درجة تقريبا بتساوي 120 مضبوط؟ ايش معناها؟ شو بنستنتج من هاي؟ انه هل السيستم اوفر اكسايتد ولا اندر اكسايتد؟ لا هاي ولا اكزاكتلي اكسايتد ولذلك ايش الباور فاكتور؟ اذا هون بنستنتج نتيجه شفناها احنا المره الماضيه بس انا راح اكدها هون اذا وين اي اي كوساين دلتا تساوي في فاي system is exactly excited is a theta تساوي 0 unity power factor اوكي ولذلك هذا الخط الان موجود بهذا الشكل لانه عندي انا الكرنت هون راح يكون اي اي بهذا الشكل اي اي بنلف منه 90 درجه اذا هذا الطول صار هو اي اي جي اي اي اكس اس وهي هاي الحاله اللي طلعت معنا هون اللي هي 140 وهي هذه عندي هون